لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج جديد متنوع يعنى بانشغالات الجالية المغاربية والعربية وتتبع أحداث الساعة. الموضوع، القضية، الضيف، والجالية. مساء الأنوار مرة أخرى مستمعينا الكرام، مساء الأنوار وكل ورود، ومساء الأنوار كي دائما كالعادة معي في الاستوديو المحلل خوي بابا. مساء النور سي خوي بابا. مساء النور في القمة دائما لامين. مساء النور لامين. أعزائي المستمعين مرحبا بكم دائما في إطار تواصل ديالنا مع الأحداث اللي كتعرفها البلدان ديال المغرب العربي من الأحداث والتغيرات اللي عرفتها مؤخرا. قبل سنة كان تم اعتقال أحد رموز القلم الصحفي الأقلام الحرة، المعني بالذكر هو الصحفي القدير رشيد نيني. رشيد نيني اللي يالله مؤخرا تمت لا ليبراسيون ديالو، يعني تم إطلاق سراحه بعد ما مضى سنة سجن نافذة على إثر يعني ما سمي بالمس ببعض المقدسات أو المس ببعض ما سمي بزعزعة أحوال الدولة. لكن هذه الليلة هذه كنا في قبل سنة كما كتذكر سي خويا بابا، كنا استضفنا سي يونس مجاهد اللي هو رئيس ديال النقابة الوطنية المغربية للصحافة المغربية، وكان قد تكون معنا المديرة ديال المكتب ديال الرباط السيدة خديجة علي موسى حتى هي من طاقم ديال المساء، لكن تعذر عليها عضو. هذا قبل سنة وبالضبط في كان في 15 جوان من 15 يونيو من السنة الماضية من 2011. اكشوالمون الحمد لله السي رشيد نيني استعاد الحرية ديالو، ونتمنى انها تكون حرية التعبير والصحافة المغربية استعادت الحرية ديالها من خلال اطلاق سراح الصحفي رشيد نيني. رشيد نيني اليوم راه معنا مباشرة من المغرب في اول صحفي، اول تصريح صحفي ولقاء وحوار صحفي مع اذاعه من امريكا الشماليه. رشيد نيني مساء النور. مساء الخير لكل المستمعين الكرام في كل مكان. سي رشيد نيني انت على امواج راديو ميديا مغرب بامريكا الشماليه، كان الكل هنايا الطاقم التقني ديال ميديا مغرب كيلتدي فيليسيتاسيون كيتمنى لك يعني عوده جديده للميدان ان شاء الله، وان شاء الله القلم يستمر وتستعد الصحافه المغربيه تستعد الحريه ديالها والقدسيه ديالها. وعارف ان النضال ديالك والمبادئ ديالك هي اللي خلاتك تجرع مراره الانتقادات، مراره الاعتقالات، مراره التهديدات. رشيد نيني سنه ليست بالسهل ان قلم يحجز لمده سنه، كيف دازت عليك هذه السنه؟ وانا بدوري قبل كل شيء كنشكر الاخوان ايضا في الاستوديو، الاخوان في المستمعين في جميع بلدان العالم اللي كيستمعوا لكم في هذا البرنامج. طبعا الزمن داخل السجن ليس ثابتا بالنسبة للجميع، والوقت إما أن تجعل منه حليفا أو أن يصبح خصمك. نعم. وفي كل الحالات يبقى الوقت هو يعني المفاوض الرئيسي للسجين. كل واحد كيعرف كيفاش يتعامل مع الوقت. إذا قدرتي تجعل الوقت حليف ديالك ممكن تقضي فترة السجن يعني مريحة إلى نوع ما، ولكن إلى قدرتي أنك تجعل الوقت ضدك، الزمن ضدك، غادي تكون فترة ديال السجن ديالك شوية صعبة. وفي كل الحالات كتبقى القضية التي تم الاعتقال بسببها نعم هي المحدد الرئيسي ديال الطريقة اللي غادي تدوز بها هذه المرحلة. هي في حالتي كان الاعتقال بسبب مقالات نعم مقالات رأي. نعم. المشكلة أنه تم مقاربة هذه القضية من جانب القانون الجنائي وليس من جانب قانون الصحافة. نعم. فهذه القضية بالأساس طرحت جوج ديال النقاط أساسية بالنسبة إلي. إما أن نقبل أن نرمي أو أن نضحي أو أن نعدم قانون الصحافة ونتحكم كصحفيين على كتاباتنا بالقانون الجنائي، ونكون بذلك قد أسأنا إلى المهنة، إلى قانون الصحافة. نعم. وإلى المهنة وإلى أخلاقيات المهنة. نعم.
ثانيا يطرحوا طرحت القضية أيضا حكاية أو مسألة حق الصحفي في حماية مصادره. ونحن عندما رفضنا أن نترافع في المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا بالقانون الجنائي وأصررنا في دفعات شكلية للهيئة الدفاع على إلغاء هذه المحاكمة والعودة إلى قانون الصحافة، وأيضا عندما رفضت أن أدلي بمجموعة من المصادر التي استندت إليها في كتابة هذه المقالات، نكون قد طرحنا يعني هذه المسألة بشكل أساسي، وهي مسألة حماية المصادر ومسألة تشبث في قانون الصحافة. نعم سي رشيد، معي سي عبد الرحيم خوي بابا، هو قيدوم الصحفيين هنا بأمريكا الشمالية، أول مغربا يعني أول مغاربي اللي أنصطلى أول إذاعة من أمريكا الشمالية، وناضل من أجل التغيير، من أجل أن يكون التغيير بالنسبة لا للدولة ولا البلد الإقامة ولا الصورة ديال التمثيلية ديال الخارجية المغربية هنا بكندا. سي عبد الرحيم خويا بابا حتى هو عانى مرين في هذا في هذا في هذه الصفة هذه. سي خويا بابا لك الكلمة، تفضل. مساء الخير سي نيلي، بغيت غير نشوف زعما النظرية ديالك. تعرف دابا اليوم بزاف ديال الصحفيين يمكن اللي غيشوفوا اللي وقع لرشيد نيني، غادي يشوفوا هاد المشكل كيف ما كتشوفوه، ويمكن غادي يخافوا هاد الناس مره اخرى باش يمكن يديروا يخدموا الخدمه ديالهم بطريقه اللي هي خاصها دار بها الصحافه نورمالمون. وكتهضر على لي سورس هنايا مثلا في امريكا الشماليه، وكنعرفوا واحد القضيه اللي كانت وقعت في امريكا بانه يمكن اي صحافي الصحفي ما يقدرش يقول لا سورس ديالو ولا يكون قدام ان جوج ولا يكون قدامه. نعم اوكي، وهذا اليوم كنحترموها هنايا، وهذه حاجه اللي محترم. داك بغيت نعرف اش من ميساج عندكم السي رشيد نيني لاي صحافي اللي هو باغي يخدم بطريقه اللي هي بلا ما يتشرى بلا ما يتباع، كيف نتوما يعني منضبط تجاه اخلاقيات المهنه، اش من نصيحه تعطيه اليوم؟ اش النصيحة الأساسية بدل القاعدة الجوهرية والقاعدة الذهبية هي أولا حماية المصادر. نعم. حماية مصادر الخبر حتى ولو تطلب الأمر أن يذهب الصحفي إلى السجن، وأن يكون الثمن هو أن يسلب من حريته، لأنه الصحفي عندما يكشف عن مصادره انتهى، ما بقاش عنده مصداقية وما بقاش عنده ثقة، أيضا لن يأتي مصدر بعد ذلك لكي يعطيه خبرا، بمعنى انتهى. نعم. ثانيا الرسالة الثانية أو الدرس الثاني وهو التشبث بقانون الصحافة. نعم. التشبث بقانون المحاكمة طبقا لبنود قانون الصحافة الذي نطالب بأن تحذف منه العقوبات السالبة للحرية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بانتقادات موجهة إلى أشخاص عموميين. فأنتم تعرفون أنه في أمريكا وفي الدول الديمقراطية ليس هناك ما يسمى بالسب او القذف في حق الاشخاص العموميين. نعم. رشيد نيني، انت ماشي اول مره، يعني كانت عندك عده ضغوطات، يعني من اول ما استلم رشيد ما استلم القلم ديالو وخدا على عاتقه باش يكون القلم ديالو قلم جري، قلم يوصل يعني دار واحد القرابه، صله قرابه بين القارئ وبين حتى اللي ماشي قارئ. رشيد نيني ولا يعني صحفي الشعب، اللسان ناطق بحال الشاب. رشيد نيني حتى باسلوبه اللين واسلوبه يعني في الكتابه ديال العمود ديالو، هذا غير عمود، ماشي يعني ماشي مقالات مدروسه، مقالات كتنقل خبر، وانما يعني عمود، يعني واحد الخبر اللي محطوط في قالب عمود، العمود كيعبر على راي. دونك هنا الا كانت المحاصره غادي تكون ضغوطات على حساب راي. يعني وحنا اليوم كنحتفلوا بالعيد العالمي لحريه التعبير، استدير يعني حريه التعبير ما ان كان في المغرب كانت مضطهده، والدليل هو معنا على المباشره على الاخر على الهواء مباشره، تبقى قضيه الدفاع عن وجهه نظر والدفاع عن اخلاقيه المهنه. الدفاع عن اخلاقيه المهنه الخلاص ديالها تامين، والدليل السي رشيد راه دوز منها سنه، وهذا غير طربوس باسكو كان من الممكن انه يتابع سنوات من قبل. سي رشيد، انت في الحياه ديالك كنت كتستنى يجي واحد النهار اللي غادي تقيد وتسجن فيه، واش ماكش ضرب له حساب في العمل الصحفي في المغرب؟ اولا من خلال التقرير الاخير الذي نشرته احدى مراكز البحث،
وأن الصحافة هي واحدة من بين أسوأ المهن في العالم. نعم. ثانيا أن تمارس هذه المهنة السيئة في العالم في بلد كالمغرب تتراجع فيه الحرية سنة بعد أخرى. أكيد. يعني من سيء إلى أسوأ. نحن الآن في تقرير الأخير لفريدم هاوس من بين الدول غير الحرة، أي أن الفترة الأخيرة العشرية الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا على مستوى الحريات، وهذا سيء جدا بالنسبة للصحفي وبالنسبة للعمل الصحفي في المغرب. فهو مخاطرة ومغامرة حقيقية أن تكون صحفيا في المغرب، هذا على اعتبار أن تكون صحفيا، يعني أن تكتب ما يجب أن يكتب. نعم. لا أن تكتب كل شيء إلا ما يجب أن يكتب، ولا أن تنتسب كما كيقولوا مهنة لا من مهنة لا من مهنة لا. طبعا أنا مفروغ منها، يعني أن تكتب الأشياء التي يجب أن تقول، الأشياء التي يجب أن تقال كما هي. لا أن تقول كل شيء إلا الأشياء التي يجب أن تقال. نعم. تفضل يا سي راشد نيني. الطريقة باش كدير الصحافة في المغرب، يمكن هي اليوم يمكن الدولة بحال المغرب يمكن مازال ما وصلناش لهذاك المستوى، واش ما فكرتوش واحد النهار في هذاك الوقت اللي دوزتي ذاك العام كله ما نقدرش نتخيل كيفاش غادي يكون الحالة النفسية ديالك، ولا ذاك ما فكرتيش بأنه غادي نسالي هذا الشيء ويمكن ندير الصحافة نمشي لدولة أخرى ونخرج نمشي لكندا نمشي لأي دولة اللي يمكن نكون حر باش ندير خدمتي اللي هي عندكم شي بلاصه في هذاك الرد. نقول لكم على القضيه، يكون اكبر شرف للمغاربه ماشي غير في المغرب، يكون اكبر شرف للمغاربه عمر العالم، لانك نموذج، وماشي غير تكون كبلاصه هنايا، تكون ك ك كاستاذ لنا في الطريقه اللي كاينه السنين. هو في الحقيقه الصحفي اينما كان هو كيبقى صحفي، والمغرب اعتقد انه ما محتاج لانه صحفيين يمشيو في حالاتهم من المغرب. ممكن مخاوف المغرب، ممكن تمارس الصحافه، ممكن يكون عندنا قانون مدونا للصحافه. نعم. في المستوى ممكن. نعم. يعني تلغى منه العقوبات السالبه الحريه، ممكن يكون متخفف من الهاجس الامني. نعم. وبالنظر الى المقاولات الصحفيه اللي كاينه في المغرب، يعني كاين تقدم كبير، ناس دايرين مجهود، ناس دايرين على مستوى الراديو، على مستوى المقاولات الاعلاميه الحره، كاين مجهود، كاين أقلام، كاين، لكن على مستوى القانون، على مستوى القضاء، لا زال هناك عمل كثير يجب أن يقوم به القضاء، وأن تقوم به الجهات الوصية لإخراج قانون صحافة يليق على الأقل بالدستور الأخير الذي صوت عليه المغاربة. وكتظن سي راشد نيني لكان قانون ديال الصحافة، كتظن بأنه يقدر يتحترم في واحد الدولة اللي مرة ما كيحبسوش حتى في الفيروس؟ ايه، بقى شويه ديال الاشياء اللي هي مخلفات ديال، لان كاين متخلفه، ولكن الدور ديال الصحافه هنا فين كيبان؟ الدور ديال التوعيه، الدور ديال ماشي فقط الدور ديال الاخبار، انما الدور ديال التوعيه، دور ديال التوجيه، دور ديال احيانا المعارضه، ودور ديال المقاومه، دور ديال من ينير الطريق للآخرين. هذا دور يعني منوط بالصحفي في المغرب، على عكس مجموعة من الدول التي يوجد فيها الصحفي يعطي الأخبار فقط. واحد سؤال ديريكت، واش الآن غادي تعامل مع تخدم بنفس الطريقة اللي كنت كتخدم فيها؟ نعم. أكيد أنه فترة السجن وفترة ديال التوقف عن الكتابة كتكون عندك فترة ديال التأمل. نعم. واش ما جعلكش الان يوقع واحد الخوف اللي جعلك في واحد الطريقه اللي يمكن كتقول يمكن خصني انا كرشيد نيني يمكن نغير الطريقه ديالي، يمكن باش ناخذ التقار كما كيقولوا، باغي التقار؟ المساله ديال هو ما يمكنش كصحفي، صحفي في اي بلد من بلدان العالم. نعم. الصحافه فيها مخاطره. نعم. ليس فقط في المغرب، في جميع دول العالم صحفي. أنت تشوف سنويا كم من صحفي يموت. نعم. في جبهات القتال وفي دول اللي هي أكيد هي مهنة المتاعب. مهنة خطرة، يعني خطرة. من يريد أن يمتهن هذه المهنة يجب أن يضع أمامه جميع احتمالات. نعم. سي رشيد، من بين يعني الضغوطات اللي كتلقيها، لان سي رشيد كيتلقى انتقادات على انه غادي يزعزع نظام الدوله، يزعزع الاستقرار، يزعزع هذه، كان يهضر ضد الدوله ديالو. هذه من بين
العبارات التي وردت في بلاغ الوكيل العام الملك، وأعتقد أنه مشاهد فصول المتابعة لم تستند على هذه وإنما استندت على تحقير مقرر قضائي والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، وهذا فصل آخر لا علاقة له بفصل ديال زعزعة أو المس باستقرار البلاد والمواطنين. من جهة أخرى سي رشيد، دخلت أنت في زمان كما نقولها بالدارجة سهلة، دخلت في زمان وخرجت في زمان، يعني التغيير اضطر البلاد على أنها تغير. غائب على هذا الربيع العربي. لا حتى الحكومة في المغرب تغيرت من خلال نشرات الأخبار في الأولى والثانية. واش كتشوف هو متفرج؟ انا كنت متفرجا طيله هذا الربيع العربي. واش كتشوف مع الحكومه الجديده، يمكن واش اليوم غادي تشوف بانه جات واحد الحكومه وحتى حاجه ما دارت، حتى حاجه ما تغيرت؟ واش كان عندك ملي كنت مسجون كان عندك شي امل واحد مره ملي تبدات هذه الحكومه يمكن تخرج يمكن هذا واليوم او سي رشيد او بشكل اخر، يعني واش نهار اللي دخلت للسجن واش كنت ناوي على انه كنت تظن على انك نهار من تخرج غادي تلقى الدعوة تغيرات، يعني تغيرات اللي ما كانتش منتظره؟ وفي الحقيقه ملي كتكون في السجن كيكون يمكن لكش يكون عندك شيء اخر غير الامل. نعم. والتغيير نسبي، يعني ماشي هو شيء مطلق اللي تخرج تشوف الامور تغيرات بشكل جذري. المغرب إذا كان يتغير ربما يتغير ببطء، والحكومة يلا عندها تقريبا حوالي 3 أشهر أو 3 أشهر ونصف، لا أعتقد أنه قد يكون تغييرات جذرية في هذه الفترة. ولكن ملي جات الحكومة من كيران ما حسيتيش بأن يمكن شي حاجة تغير ويمكن تخرج قبل من العام ويمكن هذا وزارة العدل والحريات مثلا، إصدار الحريات والعدالة؟ والسي بن كيران راه قال لك الله غالب، وزير العدل قال لك الله غالب، درنا اللي علينا والله غالب. حنا نورمال مو هذيك الله غالب كنا كنسمعوها غير في الجزائر، دابا ولينا نسمعوها حتى في المغرب. الله غالب. السي رشيد بقى معنا، غادي ناخذوا اتصال مع احد المتصلين نشوفوا. مرحبا، مساء النور. السلام عليكم، معك اخويا محمد من موريال. مرحبا سي محمد، كيف حالك؟ السي لامين السي رشيد نسنيني على سلامتك اخويا، ورحنا كلنا معك. كنتأسفوا لك على هذيك السنة اللي زعما كانت ظلما وعدوانا في المغرب. الله يجعلها مغفرة. كنتمناو أنها ما توقعش لشي واحد أخر، بقيتي فينا هذا مكان. عندي واحد السؤال سي رشيد، غير بغيت نعرف زعما دابا نورمالمون المغرب تيقولوا بأنه راه عنده واحد الحكومة منتخبة اللي هي بن كيران، وهذه بوت حنا انتخبناها حنا يعني صوتنا عليها. يعني فاش خرجتي كانوا اتصلوا بك قالوا لك على سلامتك. بغيت نعرف انا واش المغرب مازال كاين هناك لوبيات اللي متحكمين في النظام، متحكمين في الاعلام، متحكمين في ما تيبانش بان هذا الشيء راه مازال كاين؟ واش التغيير بيرسونيلمون التغيير في المغرب ما حسيتش فيه؟ الحكومه تبدلات، حنا انتخبناها مي هما يعني بانت لي حكومه سوريه. كاين هناك اللي باقين يعني باقين ايادي خفيه كيتحكموا في المغرب. شكرا لك سي محمد. سي رشيد هذا احد المستمعين اللي اهتم بالموضوع. اولا شكرا للمستمع الكريم على السؤال التضامن ديالو. نعم. على سميتو. وما بالنسبه للسؤال ديالو، اللوبيات كاين هذه المساله في العالم كله، هناك مراكز قوى تدافع على مصالح ديالها، هناك جهات تقاوم وهناك جهات تتفرج، وهذا في حقها ليس مقتصرا على المغرب بوحده وانما على جميع دول العالم. الاساسي هو ان كل واحد يدير خدمته. نعم. اللوبيات الدور ديالها انها تدافع على مصالحها، الصحافه الدور ديالها انها تخبر وانها توعي وانها ترشد، والحكومه الدور ديالها هو انها تقوم بالواجب ديالها اللي كلفوه بها دافع الضرائب لهم المواطنين. المشكله هي ملي ما كيبقاش يبان لك الفرق ما بين الأشياء. نعم. الغموض أحيانا والالتباس هو المشكل وليس شيء آخر، يعني فقط نحتاج إلى الوضوح. يعني الناس اللي عندهم مصالح كيدافعوا عليها خصهم يكونوا باينين. نعم. السي رشيد بالنسبة للحكومة الجديدة، السي وزير التواصل
التواصل الناطق الرسمي باسم الحكومه. يعني مؤخرا المبادرات ديال اجباريه دفتر التحملات على على القنوات الاعلاميه منها المكتوبه منها المرئيه المسموعه هذه لكن حتى الجسم الصحفي السي رشيد ما خاليش من التعقدات، ما خاليش من نفوس سيئه. الجسم يعني الجسم الصحفي فيه ما يلام. سي مصطفى الخلفي لقى صعوبات ولقى بعض الانتقادات لقى بعض التعثرات يعني في اطار الاصلاحات اللي نوى انه يديرها. واش ما كتشوفش على حن ان حكومه جديده بحال هذه ربما المبادره ديالها مستحسنه خاصها على جنبها بعض الصحفيين وبعض الاقلام الجريئه اللي تساعد باش تنجح هذه عمليه الاصلاح؟ الاصلاح عمليه جماعيه ماشي عمليه فرديه. الاصلاح عمليه جماعيه وتشاركيه يتعلق الامر باشراك الجميع وما تكونش نوايا سيئه. هذا هو المهم. المهم ما تكونش نوايا سيئه في عرقله العمل ولا تكون هناك نوايا سيئه. هذا هو المهم. انا في حق هذا النقاش ديال دفاتر التحملات هذا كان شويه متاخر لانه خرجت في هذه الفتره ما كنتش متبع مزيان الموضوع بشكل يومي، ولكن اعتقد انه هذه مساله طبيعيه انه ملي كحكومه تقدم على مشروع على عمل هناك معارضه هناك على يعني مساله اعتقد انها طبيعيه. الامر يتعلق بمدى قدره هذه الحكومه على فرض مشروعها نعم. على ارض الواقع يعني بدون الخضوع الى الابتزاز وبدون الخضوع الى المماطله. هذا هو المهم. المهم هو هذا هو الى اي حد هذه الحكومه قادره على ان تذهب الى ابعد مدى لتطبيق مشروعها. رشيد نيني عندي لك واحد السؤال. في اول السجن ديالك في اول المرحله ديالك حرمت من القلم والورق يعني لمواصله الكتابه ديال العمود ديالك او لمواصله كتاباتك. يعني باش حسيت في ديك اللحظه وكيفاش واش خرجت شي حاجه للوجود او لا من حرمت ما نضلتش عليها بليدو؟ لا هو ملي كتحاكم بقانون الجنائي بفصول المسطره الجنائيه يعني هناك تقدم اداه الجريمه، واداه الجريمه بالنسبه لي هي قلم. نعم. وهذه ادوات الجريمه لذلك تم حرماني من القلم من الاوراق. تم حرماني من ادوات الجريمه. ولذلك لم اتمكن من مواصله الكتابه الا في الشهر الاخير تم حل هذا المشكل، لكن لم تكن لدي شهيه للكتابه داخل حتى الشهيه ما كانتش. وكان سؤالي لك يعني كيفاش كنت كتفوت يعني اليوميات ديالك بدون كتابات؟ القراءه بشكل مستمر يعني طيله اليوم كتب والجرائد. كانت فتره مهمه جدا لكي اقرا واعيد قراءه بعض الكتب التي كنت قد قراتها في السابق. نعم. يعني كانت العصارة ديال رشيد نيني من بعد سنة في السجن العصارة ديالك يعني أكيد أنك حصنت راسك، أكيد أنك خممت مزيان فكرت مزيان عصرت يعني فترة ديال أفكار. هي فترة ديال تأمل يعني فترة تأمل طويلة جدا. لديك الوقت لكي تعيد الأوراق وتقلب المواقف على أكثر من وجه. لذلك السجن من هذه الناحية إيجابي لأنه يعطيك فترة تأمل استعراض المواقف والأحداث والعلاقات الإنسانية والصداقات وحتى العداوات. ممكن أن تغربل هذه الأشياء ويعني تنتقي ما هو صالح لكي تستمر معه وما هو غير صالح. فالسجن هو المكان الحقيقي الذي تظهر فيه حقيقة الإنسان وحقيقة النفس البشرية. ما كانش عندك مضايقات سي رشيد؟ ما كانش عندك مضايقات في السجن يعني وما كانتش يعني اشارات بالاصابع كانت على انك كنت كتمس البلاد وكنت هذه يعني كنت عايش؟ لا بالعكس كان تضامن كبير جدا داخل السجن ولا خارج السجن كان هناك تضامن. نعم. الناس عارفين يعني عارفين علاش. اكيد سي خويا بابا عندك شي توجه بشي سؤال؟ بغيت انا غير نسولك سنين غادي نلومك واحد الحاجه. انت السيد استعضني براسي سنين عشتي كمهاجر زعما كاين والقلم ديالك في المغرب الى ارونجي بوكو شوز بزاف د الحوايج
وفيق بزاف الناس، ولكن عمرك ما اهتمتي بالمشاكل ديال الجاليه المغربيه اللي مثلا حنا عندنا واحد المجلس استشاري فرضوه علينا وخلوه لينا وما قادرين نبدلو، وكنشوفوا بان الصحف في المغرب ما كيهضروش على هذا المشكل، وهو مشكل اللي هو الفلوس ديال المغرب كتخسر طريقه داك، وحنايا السبيطارات في المغرب ما عندهم حتى باش يداووا، كتخسر في الاوطيلات 350 الف دولار ولا 400 الف اورو، والسنيني السكوت ديالكم واش هو كيفاش نقدر نعتبروا؟ كتبنا على الموضوع اكثر من مره في حقه، ماشي كتب لان ما يمكنلكش تكتب كل نهار على نفس الموضوع. نعم، ربما كيجي موضوع في خلال شهر، في خلال 6 شهور، في خلال سنه، كيبقى الامر متعلق بكم ايضا انتم كمهاجرين، انتم اللي معنيين بشكل مباشر. احنا السنيني انا مثلا كصحفي ملي كنكتبوا ما كيديرولناش كما داروا لكم انتم، ما يقدروش يدخلونا للحبس لان الحبس ماشي ديالهم، الوغ كيطلقوا علينا القنصليه، يطلقوا علينا شي وحدين اللي نقدروا نسميهم بواحد الطريقه بلطاجيه. تعرف السنيني بانه كاين عندنا واحد لاروفي بريس كي باس، في لاروفي بريس كيسيتيو الجورنال ديال المساء، واحد السيد وقاتلنا عيما يغوت علينا علاش كدوزو غير المساء محل ضد المغرب، واش هاد السيد اش عندكم ما تقولوا لي انتم السنيني، اش تقدر تقول لواحد اللي كيقول لك في كندا ما تقولش الجورنال المساء قال غير الله يهديه، هذه جريده تصدر في المغرب وهي مغربيه في المغرب، واحد هنايا ما فاهم هذا يقول لي دوز الرايه القطريه ولا يدوز على ذكر جريده المساء، هي جريده المساء هي الصادره ديما كتصدر اصدارات كتفوق 150 الف نسخه بعض المرات، يعني لا بلو لو لا بلو في لا بلو اشتي. معنا اتصال السي رشيد، ناخذ من وقتك وناخذ اتصال. الو مساء النور. الو مساء الخير، السلام عليكم. السلام ورحمه الله، شكون معنا؟ هذا هشام الهوس من مونريال. مرحبا بالسي هشام، تفضل سي هشام. اولا كنشكركم على هذا البرنامج، وكنحيي الاستاذ الكبير المناضل الاخ رشيد نيني، وكنتمناو لك ان شاء الله يعني خروج موفق من السجن، وبغيت ان شاء الله غير نذكرك بقول الشاعر: لا تأسفن على غدر الزمان، فلطالما رقدت كلاب على جثث الاسود، ولا تحسبن بانها تعلو على اسيادها، تبقى الاسود اسود والكلاب كلاب. الاخ رشيد نيني معروف عليه بجرأته بالقلم ديالو، والحمد لله يعني غيدخل التاريخ من باب الواسع. اما الناس اللي كانوا يعني كيلعبوا تحت طاوله فهذوك معروفين غادي يمشيو للمزبله التاريخ، وان شاء الله الرحمن الرحيم يعني خروج موفق، وكنتمناو لك التوفيق والنجاح الاخ رشيد. شكرا لك سي هشام. الاخ رشيد، السؤال اللي كنت باغي نوجهه لك هو انه سمعنا مؤخرا قبل الافراج عنك واستعاده الحريه ديالك على ان سي رشيد نيني ما غاديش يبقى في الطاقم ديال المساء، وعلى انه غادي ياسس جريده اخرى اسمها الفجر. يعني هل من صحه لهاد الحقيقه؟ هذه اخبار تم ترويجها قبل ما نخرج من السجن حوالي شهر فعلاً. حوالي شهرين، ولا لست ماشي انا المصدر ديال الخبر، لا علم لي بهذا المشروع ولا ما عنديش اي فكره عليه. نعم، اذا رشيد حاليا انا ارتاح، انا محتاج فتره ديال الراحه. اكيد شويه ديال التامل، شويه ديال الراحه واستجماع القوى، لانه تعرف انه ماشي سهل انك تخرج من السجن وانك تباشر مباشره العمل، صعب جدا. نعم نعم، يعني يتعلق بفتره ديال يعني عما قريب يعني عما قريب غادي نشوفو تشوف غادي نشوفو تشوف يرتاح ويتفهم طلع دم وشي شوف. اجي عندنا لكندا ارتاح هنايا باش نشوف، على الاقل غادي تحس بواحد الحريه بطريقه اخرى. ان شاء الله وجهتوا لنا شي دعوه كريمه نجيب لها لكم. مرحبا والله العظيم الا نديروها اون بوبليك، الا زعما تجي كنشوف ميم لامين الفوره كيقول لك كيشير علينا. انا عندي استعداد، ما عندي مشكل نجيبوك هنايا، دير لنا انا نقولها مباشره، دير لنا شي كونفيرونس هنايا باش توري كيفاش دايره
الصحافه في المغرب وداك الشيء ويكون وعاد راه كلمه دابا محمد عنده التليفون وداك الشيء. نعم نعم سي رشيد اظن ان الضيوف والحباب ديالك بزاف. نعم. الاتصالات بالذات غناخذ اتصال اخر. مساء النور. الو مساء الورد. السلام عليكم. مساء الانوار لاله. لاباس عليكم؟ بخير. ربي يخليك لاله. اولا شكرا على الاستضافه. شكرا بزاف. شكون معنا الاول؟ شكون معنا لاله؟ ممكن نهضر مع رشيد اذا سمحتي؟ راه يسمع فيك. لا كيف ما فيا. السلام عليكم خويا رشيد. السلام عليكم لاله. بخير خويا. معك معك ندى موريا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نشوفك ان شاء الله ونتمنوا لك بدايه طيبه. وما تقلقش زعما بيني وبينك راه تحبس للرجال كما تنقولوا. وانت تعيقتي ديك هذاك الجاري ما خصك ترميها شي شويه. الحمد لله على السلامه. حنا فرحانين منك خويا. توفيق وش غنقول لك تهلا في راسك ونتمنوا نقراو شوي شويه عاوتاني ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك لاله. تهلا في راسك. شكرا لك خويا رشيد. كنتي باغي تقول شي حاجه على قلت لها المساله ديال الحبس للرجال. هي مسألة نسبية لأن أنا شفت الحبس فيه فيه تشميت. زعما ماشي كلشي رجال. كان في واحد الوقت ملي كانوا الحبس كيمشيو ليه المعتقلين السياسيين وكانوا كان الناس دابا الإجرام كثر في المغرب. الحبس عامر بالمجرمين والقتالة وأنا كنت في واحد البلاصة اللي فيها المجرم معتقلين الحق العام ماشي معتقلين رأي ولا معتقلين سياسيين. يعني يعني ما كانش يعني امتيازات كنت ممتاز بها يعني. لا ما كاينش ادنى امتياز. كانت تطبيق صارم للعقوبه ديال القانون ديال العزله الانفراديه ديال الحراسه المشدده والحراسه الخاصه. كان التطبيق ديالها قانونيا يعني عندك تليفون مره في الاسبوع مع العائله ديالك نصف ساعه 10 دقائق عندك زياره ديال نصف ساعه اسبوعيه. فسحه يوميه ديال ساعه. هذه مساله مسائل اللي ستريكت ما فيهاش يعني رشيد نيني ما حضاش بواحد الامتيازات خاصه. بالعكس يعني رشيد نيني يعني بحال كنقولوا كانوا يحلفوا فيه كان خصو يدوزها على حقها وطريقها. اي دوز عام يعني مركز. سير رشيد بحال يدوز شي عامين. قال لك عمر بن الخطاب قال لك العصا التي العصا التي لا تكسر الدار تقويه. وكنظن اللي كنتمنى من ربي هو انك في جانب ايجابي ايضا. في جانب ايجابي في الاشياء يعني ماشي نعم فيه مراجعه النفس في كل سلبي يعني كيكون عندك متسع من الوقت فين تراجع اوراقك وفين ترتب الاولويات. نعم. الاشياء المهمه والاشياء الاهم والاشياء الاكثر اهميه والاشياء التافهه في حياتك العمليه وفي حياتك الخاصه وفي حياتك العائليه بزاف ديال الاشياء. واحد السؤال متسع من الوقت. واحد السؤال سي رشيد نيني. احنا كنهضروا دابا كنفكروا غير في رشيد نيني اش وقع ليه كيفاش عاشت العائله ديالك؟ لا 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 كيفاش عاشت؟ هما هما السجناء الحقيقيين لانه يوميا تيجيو مرابطين امام بوابه السجن يجيبوا الاكل يجيبوا الجرائد يجيبوا خصوصا الاخت ديالي خصوصا الوالده خصوصا فكانت يعني كانت صعوبات ومعاناه معاناه عائليه خصوصا في الايام الاولى في الفتره الاولى ديال التفتيش وديال سي رشيد. سي رشيد راه هذا خارج القيمات كيقولوا لي بان كثره الاتصالات وما بغينا نحرموا حتى شي واحد. واه اذا خصنا نجيو عندكم صافي. مرحبا دابا سي رشيد هذه القضيه اللي قلنا لك راه حنا غنديروها ان شاء الله. ناخذوا اول اتصال. الو مساء النور. الو مساء الخير. مساء الخير سيدي شكون معنا؟ لمين. السي لمين مساء النور مرحبا بك سيدي تفضل. الله يبارك فيك. انا عندي غير كلام من الاخ رشيد بالنسبه للسؤال تاعي الى هو يسمع فيا. كيسمع سي رشيد. مسيو رشيد اوتونك جورناليست اوتونك بروديكتور دو لانفورماسيون ما كيستيون الي كلير اي سامبل. فو برودوي جورناليستيك votre noble travail de journaliste, autant que maghrébin, autant que peuple et gouvernement manque d'émancipation journalistique et la liberté d'expression. Il a quand même possible, si la mine zerb chouya, l'in l'intisalat baqia katourd alina. Bach n'fis bel majal, l'intasin akhar. J'annule ma question. Merci beaucoup. Au revoir. شكرا لك سي لامين. ناخذ اتصال اخر بسرعه. ما كانش اتصال اكيد ان السيد عفلين هناك اتصالات كنفقدوا اتصالات. شكرا للمستمع الكريم.
سي رشيد، قلت قبيله في اطار الكلام ديال قلت انك تلقيت يعني تضامنات من داخل السجن، كيفاش كانت التضامنات ديال الزملاء في المهنه من خارج الجدار؟ والتضامن كان تضامن، كانوا صحفيين اللي تضامنوا وكتبوا في مقالات ديال التضامن في الجرائد ديالهم ولا في جريده المساء ايضا. كاين صحفيين ايضا اللي تضامنوا بالصمت، يعني ما قالوش العار. قال لك مارتن لوثر كينغ قال لهم سوني با لو بروي دو مي زينمي كي ما ديرونجي مي سي بلوتو لو سيلونس ديال مي زينمي. انا احيانا السكوت ديال البعض كيكون مفيد، انا غير ما اديكش غير اسكت. استرجعنا الاتصال، ناخذ الاتصال شي رشيد. الو مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معنا؟ احمد نصر. السيد احمد نصر، مساء النور. اول حاجه بقول له الحمد لله على السلامه وربنا يجعله في ميزان حسناته يعني السنه اللي قضاها في السجن. عندي سؤال يعني من شقين لو سمح يعني لي الاخر. تفضل تفضل. السؤال الاول، انا مصري يعني في الاول والاخر، بس انا بحب شعب المغرب كتير وبشكره على اللغه العربيه المفهومه بتاعته عشان كده انا شاركت يعني. مرحبا مرحبا. السؤال الاول او هو الشق الاول من السؤال، هل القضاء المغربي، هل انت كنت يعني احنا عندنا السجناء السياسيين او الصحفيين في مصر بيبقى في قانون طوارئ وما زال شغال بياخدوهم من غير يعني حكم قضائي بيحطوهم في السجن، السنه اللي هو قضاها ديت كانت بحكم قضائي ولا كان يعني كان يعني قانون طوارئ حطوه؟ والقضاء المغربي هل هو قضاء نزيه في اللي هو دخل فيها السجن او القضاء يعني مش نزيه والقضاء اتغير بعد الحكومه الجديده ولا لسه زي ما هو؟ ده الشق الاول. الشق الثاني، بما ان هو صحفي، هل الربيع العربي، انا عارف ان هو يبقى اجابته طويله للشق دوت بس هو ممكن هو يختصرها لي على طول، هل الربيع العربي في مصلحه الشعوب العربيه كلها ولا بس بارت من الشعوب هتستفاد من التغيير العربي؟ وشكرا جزيلا والحمد لله على السلامه. شكرا لك سيد احمد. سي رشيد الشقين، اظن شكرا للاخ احمد. سؤاله الاول سؤال مهم جدا، وفي المغرب ليس الامر كما ولي الحال في مصر، ليس هناك قانون طوارئ، هناك قانون للصحافه لمتابعه الصحفيين حول جرائم النشر، هناك قانون جنائي العادي، هناك القانون التجاري، هناك مجموعه من القوانين، الاحوال المدنيه والاحوال، لكن احيانا يتم القفز على قانون الصحافة لمحاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي من أجل اعتقالهم في الحقيقة، لأجل متابعتهم في حالة اعتقال، لأن قانون الصحافة يمنحك فرصة 15 يوما للإدلاء بالأدلة وتتابع في حالة صراح، ولا يتم اعتقالك إلا عندما يصبح الحكم نهائيا، يعني فترة الابتدائي والاستئنافي وفترة النقد والإبرام. لكن في عندما يتعلق الامر بالمحاكمه في القانون الجنائي هناك امكان الاعتقال والتحقيق معك ومتابعتك في حاله اعتقال، وهو ما وقع معي بالضبط. وبالنسبه للقضاء في المغرب، هو دورش مفتوح منذ سنوات ولا منذ عقود، القضاء في المغرب غير مستقل، هذه مساله معروفه، هناك فساد في القضاء باعتراف السلطات العليا في البلاد ليس فقط باعتراف الصحفيين، ولذلك نسمع عن اصلاح القضاء. يعني نعم. عندما نقول نعم. إصلاح القضاء بمعنى أن هناك شيئا ما فاسدا في القضاء يجب إصلاحه. أكيد سهلة هذه بينه. ودابا الأستاذ الرميد وزير العدل والحرية الجديد أني فتح هذا الورش، وقد أعطى لنفسه سنتين، إذا فشل يقول أنه سيقدم استقالته، وسنرى إن كان سينجح أم أنه سيفشل مثل سابقيه. نعم تبقى هي تبقى على كل حال أن ينجح في هذه المهمة، لأن بدون قضاء ما تمنى ذلك يمكن أن نتحدث عن أي شيء آخر. الشق الثاني من السؤال يقصد به الربيع العربي، يعني واش في صالح الأمة العربية أم مش لا؟ الربيع العربي يعني ملي عندما تسمع أنه رئيس كمعمر القذافي ورئيس كحسني مبارك ورئيس كصالح في اليمن، ولا بعد 30 وبعد 25 سنة ديال الحكم، يعني ولا زين العابدين المعلي غادروا السلطة، هذا شيء إيجابي جدا، شيء إيجابي جدا، يعني على الأقل هؤلاء الأصنام، هؤلاء المومياءات أزيحوا من كراسيهم التي اعتقدوا أنهم سيجلسون عليها بشكل أبدي، والأكثر من ذلك أنهم سيورثوها لأبنائهم. على الأقل إذا نجح الربيع العربي في أن يسقط
وفي أن يكون هناك أفول لهذه الأصنام فهذا شيء إيجابي جدا. أعتقد أن الربيع العربي ساهم بشكل كبير في إحداث رجة في الفكر ليس فقط على المستوى العربي وإنما على المستوى الدولي. يعني الربيع العربي الآن وصل إلى إسبانيا، وصل إلى اليونان، وصل إلى مجموعة من الدول الأوروبية وحتى الدول الأسيوية ليست بمنأى عن هذه الموجة. أعتقد أنه هذه موجة ستصل إلى أبعد مدى. والذي يجب أن تقوم به الأنظمة هو أن تتأقلم مع هذه الموجة. إن الخطأ الفادح الذي ارتكبه الديناصور هو أنه لم يستطع أن يتأقلم، لذلك انخرط. والأنظمة يجب أن تستفيد، يجب أن تتعلم كيف تتأقلم مع هذا الربيع العربي حتى لا تنقرض ببساطة. إذا سمحت ناسي رشيد ورد علينا اتصال، طالما أن الاتصالات كتورد وحتى المبدأ ديال البرنامج هو ماشي يعني استقبال المكالمات، لكن من القضية قضية رأي وقضية شعب ومحبة يعني كيوليها للمهاجرين لرشيد نيني، فتحنا المجال للمكالمات. مساء النور، شكون معنا على الخط؟ مساء النور شكون معنا؟ معك عبد الصادق. سعب صادق، مساء النور. أهلا وسهلا أستاذ محمد، ربي يخليك خويا، بارك الله فيك. دونك هاني أنا أول شيء الأخ رشيد نيني، وعندي يعني حبا في رشيد نيني وحبا في الكتابات ديالو، يعني مجموعة من التساؤلات اللي هي بشكل فضولي إلى حد ما. تفضل رشيد، كتسمعني؟ كيسمعك. إذا دونك من بين المسائل اللي قلتي كاين ترتيب الأوراق، الأولويات، التحديات، هذه فعلا واش يمكن لك، هذه مسألة عمومية، واش يمكن لك مثلا تعطينا أكثر، يعني توضح لنا أكثر هذا ترتيب الأوراق وهذه الأولويات والتحديات، ولا غادي يبقى رشيد نيني اللي كنا كنعرفوا الذي يوخذ عش دبابير، يعني المتميز في كتاباته عن مجموعة من الصحف الأخرى، يعني أنه هو مشى للمواضيع اللي حتى واحد ما كيقدرش يمشي لها ديريكتومو، يعني وهذا انا في تحليلي كان هذا هو سبب اعتقاله، يعني لا شيء سبب اعتقاله انه هو مشى للمكمن الداء. نعم. دونك واش غادي يبقى رشيد نيني يعني نفس الطريق نفس المسار، او وهذا ومعذور، او لانه عنده اولويات كيف قال، كاين اسره موراه، يعني ديجا هو قدم تضحيات، يعني واش غيبقى في نفس المسار؟ وحبنا ليك يعني انا شخصيا انا كنعذروا لو ان يعني حتى ما بقاش نفس المسار، لان عنده مثلا تحديات كيف قال هو ومسائل اخرى اللي خصو يعطيها جزء من حياته. شكرا لك سي عبد الصادق. تفضل سي رشيد. شكرا سي عبد الصادق على السؤال، وسؤال مهم في الحقيقه، لانه الكثير من الناس يعتقدون انه بالخروج من السجن يعني تنتهي المضايقات القضائيه والمتابعات. انا مازال لدي قضايا في المحاكم، اكيد فيها مطالب ديال الناس اللي مطالبين بغرامات كثيره. انا كنت عندي في غير نهار الاربعاء الماضي محاكمه في مراكش وانت داخل السجن. لا اوكي نعم لا كانت محاكمه هذه بالامس مراكش لأحد ضحايا الحادث الإرهابي لأرغانا، عائلته تطالب بحوالي 100 مليون كتعويض من جريدة المساء. بعض أسطر كتبتها في مقال، وكنت أنا ذاك يومين قبل دخول السجن. نعم. هناك قضايا أخرى أيضا، هناك قضايا أخرى فيها قضايا يعني القضاة و 600 مليون. هذه القضايا راه تخلصت تقريبا كلها، راه بقى فيها والو، ولكن ملي غادي تحيد هذيك 600 مليون خصهم يجيبوا لك شي 600 مليون اخرى. واش ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه؟ كيكثروا الجناوه وكيكثروا القضايا وكيكثروا الناس اللي عندهم اللي سيني يعني قضايا تيدعيوك باش تخلص فلوس. هذا كله يعني داخل في القتل المباشر ديال المؤسسه وديال سميتو، تكون متقل، يعني حسابك البنكي محجوز عليه، ممتلكاتك ما تقدرش تصرف فيها، ما تقدرش تشري، ما تقدرش عمليا انت مقيد لايدي مغلول. سي رشيد، اي مشروع اخر ديروا يمشيوا يحجزوا لك عليه. لحد الان الحساب ديالك مغلوق؟ لحد الان طبعا، لحد الان. سي رشيد، كان واحد المشكل مع سي محمد العسلي، احنا غير سمعنا به ما فاهمينش الفحوى ديالو. سي محمد العسلي هو من بين، ما كاين حتى شي مشكل معك. سمعناه في الاعلام لمده يعني هذه واحد سنتين، على ان هناك سي محمد العسلي كان توبع في شي كمخرج او لا اظن، وهذاك الشيء كان هدو على انه يغادر مؤسسه المساء.
كانت ضغوطات هي داخله في اطار الضغوطات اللي كانت حقيقيه مفبركه اللي هي من اجل الضغط وصافي دخل في مسلسل ديال الضغط. سي رشيد على مقربه من يعني من نهايه هذه الحصه هذه عندي لك واحد السؤال هو من الخروج ديالك يعني سي رشيد ولا دروك حبيب الشعب ولا بطل قومي في الورق الحمد لله دول واش تلقيت سؤال واش تلقيت يعني دعوات من قنوات اخرى يعني انك تخرج تشتغل في قنوات اعلاميه من حجم كبير اخرى اللي فيها اكثر حريه التعبير؟ ما صراحه ما تلقيتش الدعوه ولكن اعتقد انه الى دقيت الابواب غادي نلقى اكيد سي خيبة اللي قبل عليا نهزوك على راسنا وعينينا سي خيبة باش نختموا البرنامج اخيرا كيقول لك اللي عنده باب واحد الله يفتح عليه تفضل سي خيبة باك انا كنقول لك بانني انا شو تري تري كونتون كنفتخر اليوم بعد النهار اللي نهضروا معاه انا من ضمن الناس اللي كنت كنتسنى هذا العام من الاول كنكتبوا كنديروا لانك رمز نقول لك واحد القضيه يمكن سجنوا رشيد نيني ولكن ليدي ديال رشيد نيني والحاجه اللي جابها رشيد نيني للصحافه المغربيه ما عمرها ما تسجنت حتى نهار بقات حيه وكنظن بانه هذا هو المهم يعني الافكار لا تسجن يعني ممكن انك تسجن الشخص لكن الفكره او المبدا نعم او رمز ديال لمقاومه الفكره عندما تقاوم تظل حية في الأذهان وتبقى مسألة للتاريخ وكنظن بأنه على طريقكم يمكن يتبدل هذا قانون الصحافة وما يبقاش صحافي اللي يقدر يتسجن ولا هذا واليوم زعما كنطلبوا يمكن من لأنه ما يمكنش كما التغيير يقدر يجي من كل شيء الناس ما يجيش غير من واحدين اليوم لأن المشكل ماشي القضية ديال يقدر يتسمى ذاك قانون الصحافة رشيد نيني لأنه كما هنايا كيسميوه قوانين تقريبا بهذه الطريقة اللي كاين بأسماء الناس الذين يساهمون في نعم. في إطلاقها نتمنى على كل حال نتمنى أن يكون هناك قانون صحافة في المستوى نعم. وأن المغرب يقطع مع هذه الفترة ديال الاحتقان نعم. مع الصحافة ومع الدولة ومع القضاء بالخصوص نعم. ونحاول يعني نكون هناك واحد الجو ديال اللي تقبل فيه الدولة تقبل فيه الرأي الآخر واخا تختلف معاه واخا يكون قاسي ما يوصلش إلى حد أنك تربي بعباد الله في السجون. سي رشيد ديني بغيت نقول غير كلمة نقول لك بأن حنايا كانوا دارولنا ذاك الكونسي ديال كونسلتاتيف والماجستيري هاد العام بأنه باش الناس ينتخبوا قال لك انتخبوا بار بروكوراسيون يمكن في خبارك واش ملي كنتي سمعتي كاش كتظن في هذه القضيه ديال الانتخاب بالتفويض كيفاش واش نعتبروا انا حكومه المواطنه بالتيمم سي رشيد باسمي وباسم الطاقم التقني ديال راديو ميديا مغرب بموريال كنشكرك على سهر الليل وكنشكرك على هذه تلبيه الدعوه ديالنا وكنتمناو لك استعاده الحريه وبان ما تنساش بان الانفيتاسيون راه لي فري راه متصلوا بك من بعد وان شاء الله تجي غادي نشوفكم واش غديروها ولا لا غادي بيان سور غادي نديروا اون كونفرنس ها ولا مين كيسمع نديروا اون كونفرنس على داك الصحافه باش تجي وميم كليناش نبقاو احسن منك ان شاء الله سي رشيد غتكون الضيف ديالنا هنا بموريال لاحياء واحد لا كونفرنس ان شاء الله حنا هو اللي نديروها وكانت مبرمجه بالمناسبه نزور ولد خالتي نيت في موريال مرحبا بك سلم لينا على بن سليمان انا راه ولد المحمديه وانت ولد الفضاله شكرا لك سي رشيد وشكرا لك وشكرا لك وتحياتي للطاقم المساء ونتمنى لك استعاده القلم ديالك المغتربين المغاربه في موريال ونتمنى انهم يعني تكون فترة ديال الاغتراب ديالهم فترة إيجابية وما ينساوش المغرب وهذا الدور ديالنا السي رشيد أننا كنخفوا عليهم شوية هاد الغربة هذه كنشكروا جزيل الشكر حنا ما نسيناش المغرب كنخافوا غير المغرب ينسانا لا هذا بلادكم وقت ما جيتوا ليها تعرفوا بلي أنا واحد النهار غادي يجيو ليها الله يحفظك حنا كنمشيو وحنا كنحاولوا غير ما بغيناش نكونوا كمواطنين بالمفاوضة كما كنقولوا شكرا لا هذيك المسألة هذاك إحساس داخلي الواحد يحتفظ به فيما مشى مغربيته ديما معاه واخا يمشي في أي مكان الحمد لله الله يحفظك كتبقاو مواطنين ديال العالم عاوتاني ما خصش الواحد يعتبر أنه محدود يكون إنسان مواطن دولي
شكرا لك سيدي رشيد وسهرناك الليل معنا. شكرا لك لك منا التحية الكاملة والخالصة، متمنية لك بالعودة السريعة إلى شوف والقلم الجريء ديالك إن شاء الله. وشكرا لك وبلغ تحية ديالنا للطاقم المساء، نبقاو على اتصال إن شاء الله بكل فرح. شكرا مستمعينا الكرام، كان هذا الصحفي المقتدر رشيد نيني على أمواج إذاعة راديو ميديا مغربي موريال. شكرا لكم وإلى حلقة قادمة بحول الله.